صباح الخيرات والمسرات. اليوم ان شاء الله حنديرو تاني وصفة للعيد، حنحضرو مع المشوك. حنديروه بواحد الحشو من اروع ما يكون، فكرتين، النتيجة حتكون هايلة والكمية حتكون خير وبركة. نجوزو للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. كيما العادة نقول بسم الله ونحط الزبدة، وعندي من الزبدة 200 غرام. نضيف على الزبدة السكر الناعم، وعندي منه زوج مغارف مي فغيمون ممسوحين. علاش؟ لاني في الاخر بيان سور كيما على بالكم حنشربوه، وحنضيف له مغرفه تاع المعجون تاع المشماش. هكذا يندي مغرفه حتعطيني لون وبنه هايله. هكذا نضيف عليه غبره اللوز، هكذايا الكميه اللي تحبوها حتكون بنه هايله. وحنضيف مغرفه تاع اي نوع تاع بسكوت تحبوه، جاتو، انا عندي هنا سبيكيولوس حيعطيني لون رائع. وندير البيض، عندي 3 صفار، نعجن كل شيء دفعة واحدة. عندي حاجة هكذا، اوب، بما انه المقادير كاع راهي بدرجة حرارة المطبخ، وندخل الفارينة. شوفوا لي مزيج هايل، نسماته رائعة، شوية تاع لافاني بيان سور باش نسم. شوفوا قوام رائع. ونبدا ندخل الفارينه ديالي غربلتها ودرت معاها الخماره تاع الحلويات. عندي مغرفه تاع القهوه صغيره، نتحصلوا على عجينه طريه، ولكن في المشوك ديما عجينه طريه شويه بزياده على السابلي، معناتها ما نخافوهاش، هذاك هو المطلوب. باش نحضروا العقده كما تفاهمنا، عندي لهنايا عبار تاع الجوز هكاك مدشش، الله الله، نضيف عليه مغرفه واحده تاع السكر هكذا، نقول بسم الله، وندير بيان سور شويه تاع لافاني وشويه تاع الزبده، حاجه خفيفه هكذايا، حاجه قليله. ونجي ونلم بماء الزهر بالتدريج هكا غير بالعقل. هنايا في هذه المرحله نتوقف هكذا كما راكم تشوفوا، ولات لي كره. دوك نروح نحكم العجينة ديالي، نوزنها كيما حبيتو، عينكم ميزانكم، حبيت واحد 25 غرام. وندير هادو مامي فغيمون كرات صغار باسكو حنديروهم في القلب، نقدروا نروحو حتى 8 غرامات فقط، ونعاود نولو. ضربت البياض تاع البيض ديالي، فتحتو، درتلو شوية تاع لافاني، وهنا عندي دي زاموند افيلي. ونجي وناخد الكرات تاعي وجدتهم كاملين، هامليك، نقول بسم الله، عجينة هايلة، شتو قلتلكم خلوها شوية طرية بزيادة. ونجي ونحط هذيك العقدة، نعمل كرة بكل بساطة هكذا. أحسن شيء أني ندير هذه المرحلة مع كل شيت، ومن بعد نبدأ ونديرو هذا البانيور. ونجي بيان سور نرمد البيضة تاعي لهنايا، الحبيبة تاعي، في هذا البياض هكذا. وخير وخير لو كان ناخد ورق الزبدة ونخليه يستقطر هكذا، ما حاش يخلي لي بزاف تاع السائل هكذايا. وندير في الكيسات بيان سور هكذا، بلا ما ندير والو من الفوق، معناتها ما نرشق لا اللوز لا الجوز لا حتى حاجه حتى من بعد. دونك ونحط هكذايا، ناخذ الكره كيما تفاهمنا هكذا، جا بلاتي عجينه اللون تاعها يشهي والريحه تاعها رائعه. نغلق بالطبع هكذا، نعمل كره، انا درت دي زامون دي فيلي، يقدر يكون اللوز ترحيوه كونكاتي مدشش متوسط وتغربلوه هكذا. كما نقدروا اذا ما حبيناش نديروا العقده تاع الجوز في المنزل، هنا عندي لي بيستاش، الغبره نحيتها، درتو كونكاسي رحيتو ونحيت هذيك الغبره، نديروا بها دي فارس. وعندي لهنا ان بخاليني بيستاش هكذا واجد، يعني صراحه بنين، ولكن هو ماشي بيستاش 100%، ولكن يعني نقدروا نديرو هكا في الفوغاج تاع لي سابلي، ولا معناتها اذا شرينا باطا حنقدروا نديرو بها اشياء يعني راقيه تكون هكا اوريجينال، تحطوا البصمه تاعكم، ريحته هايله. ولكن نو باش نتفاهموا، ماشي ان فغي بخاليني بيستاش، معناتها فيه 20% فقط. كيما شفتوا معايا كملنا كامل الحبيبات، درنا بيستاش بخاليني بيستاش، هاملي كيشهو،
ودرنا بلي زاموند افيلي، والداخل هذيك العقده تاع اللوز. الفرن راه سخون على 200 درجه، نحطهم في الرف الوسطاني ونضبط درجه الفرن على 170 درجه. غير نخرجهم من الكوشه، العسيله ابان فتحتها بدون ولا اضافات، كيما شفتوا السكر تاعو قليل، ندير مغرفه لداخل ونخليها هكاك يتشرب ويتعلق، ويا سلام على النتيجه. الوصفة تاعها اليوم كملناها، درنا المشوك بجميع تفاصيله. شوفوا ليا الفيزيوال ديالو والشكل النهائي بعد ما درت له هذيك المغرفه تاع العسل، زوقته من الفوق كيما هنا درت له هذه الوريضه. شوفوا ليا شحال كاسات لا كولور جا رائع. وهنا قانا كاع المكسرات محمسين ونديروهم في العسل مع الجلوكوز، معناتها مغرفه مغرفه باش ندو هذه اللمعه. درنا جزء بالجوز لداخل بهذيك العقده اللي تشهي، وجزء درناه بلو بخاليني تاع البيستاش. واش تقولوا؟ صدقوني نسمات رائعه والكميه تاعو معتبره، والمشوك معروف حتى واذا كان بالكاوكاو ومعسل يجي رائع. دونك تخيلوا اذا كان بكاع هاد التفاصيل. نتمنى الوصفه تاعها اليوم لاقت بيكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا بالخبر، ونتمنى كذلك نضموا قناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. واش تقولوا فيها؟ نشوفوا النتيجة عن قرب. هاكو تشوفوا، هاكو تشوفوا، هاكو تشوفوا تعليكة رائعة. شوفوا ليا، جربوه ما تسناوش.